برحب بحضراتكم مرة أخرى بالزراعي المباشر. معايا المهندس علي عبد الحفيظ، مدير مديرية الري بمحافظة بني سويف. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا 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 وسهلا، مرحبا بالقناة الزراعية والسادة المستمعين. كل عام وحضرتك طيب. كل سنة طيبين. أخبار الموسم الصيفي واستعدادات حضراتكم، لأن أنا عارف إن الموسم ده ليه أهمية عندكم. أخبارنا إيه؟ طبعا بالنسبة كالعادة الاستعدادات لما قبل موسم أقصى الاحتياجات الموسم الصيفي بالدرجة الأولى، احنا بنهتم بتطهيرات الترع ونزع الحشائش وأعمال الصيانة لبعض المنشآت الهامة، وبالتوازي برضو تطهير المصارف، وإن شبكة المصارف تكون برضو على الدرجة عالية من التطهير عشان استقبال برضو الموسم الصيفي والمصارف في ازدحام. متابعة محطات الري سواء الري اللي بتروي الأراضي بالرفع أو محطات الصرف عشان عدم تكدس المياه برضو في المصارف، وبالتالي هناك منظومة متكاملة للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من تأهيل الترع وجميع المنشآت على الترع والمصارف، عمل صيانة للمغذيات اللي هي بنحتاجها في خلط الوسيط من المصارف، ودي يمكن عندنا تأهيل البوابات والتحكم والموازنات في أهم البوابات على أحمام الترع الرأسية والفرعية لتحقيق عدالة التوزيع وما إلى ذلك. وبالتالي هذه الأعمال كلها تضم مجموعة من المهندسين والفنيين لتطبيقها على أرض الواقع، وإحنا بصفتنا كصفة إشرافية بنتابع تنفيذ الكلام ده عشان إن شاء الله يعني نمر بموسم متميز هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا متعود من حضرتك على كده بصراحة. كان في الحاج علي كلمني من الواسطة، طلعت على ما قدرت أسمع أبو سير الملك من مركز الواسطة. الملك. هو بيشتكي إن المية فيها بتغيب كتير، ولكن بيقول لي إحنا عندنا في مصرف زراعي قريب ممكن نعمل منه ري ارتوازي أو إن هو يرفع المية يعني في الترعة دي. المشكلة دي احنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني هو طبعا يعني الطلب بتاع الحاج علي، واحنا يعني طبعا بيبقى كل موضوع الشكاوي بنبحثه وتحت يعني عيننا دايما وعارفين مواقع الشكاوي فين، وبالتالي قلت انا من شوية ان احنا بنهتم بالمغذيات وصيانة المغذيات، وفي خطة للي هو الصيانة نفسها او الاحلال والتجديد لبعض الوحدات اللي هي تهالكت، بالإضافة إلى أن برضو في بعض المواقع اللي بتحتاج لمحطة إضافية عشان الاستفادة من مية المصارف بالخلط الوسيط للري التكميلي مع مياه الري. ومعظم الترع اللي هي بتبقى في نهاية الترع وقريبة جدا من المصارف زي الترع أبو سير الملأ، بالتالي احنا حاطين برضو في الخطة بتاعتنا ان احنا نشيل لهم برضو محطة رفع عشان تغذي نهاية الترع، ودي متراجعة عندنا، ويمكن احنا يعني في الخطابات اللي احنا بنرفعها للوزارة مدينها اولوية، لان ده تندرج برضو بالاضافة الى طلبات المنتفعين في برضو السادة النواب في منطقة الواسطة وفي معظم المراكز بيطلبوا الكلام ده. احنا بنتفاعل معاهم نعمل معاناة على الطبيعة في حالة ان هي ما بتحتاج لإضافة عمل محطة، ودي سياسة الوزارة إن احنا نستفيد من كل قطرة مية، وخاصة في نهاية الترعة المتعبة أو اللي هي بتتعرض لشح مائي فترة أقصى الاحتياجات، فاحنا بنضيف لها محطات تغذية من المصارف القريبة منها اللي هي بنسميها عشان نغذيها بمية المصارف أو مسمى الري التكميلي أو الخلط الوسيط مع مية الترع عشان تساعدنا وتحل المشاكل الموجودة على أرض الواقع. جميل، يعني هي أوراقها كلها مستوفاة متوقفة على توفير الميزانية. فعلا مطلوبة، يمكن منتظرين الاعتمادات المالية، وإحنا عندنا عدة برامج شغالين فيها بندي أولوية للمناطق الحرجة اللي دي، وفي أولويات للمحطات القائمة الحالية اللي عايزة صيانة وإحلال وتجديد، وعندنا برضو منظومة إضافية وهي برضو دخلنا فيها في بني سويف في 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 يعني في سبق جديد، إن إحنا بنستعين
محطات طوارئ سريعة بيتم تركيبها على بعض النقاط الساخنة زي ما بيقولوا عشان تحل المشكلة دي. ويمكن احنا يا ربنا وفقنا احنا جبنا وحدتين طوارئ في مركز الفاشن، نظرا كان في مشاكل هناك في منطقة بالهاسة أو الكنيسة ومنطقة سابة والشامرة والجنبود، كل منطقة اتركها فيها وحدة طوارئ بالإضافة لوحدة أو المحطة الحقيقية، فدي تدعيم لها كطوارئ. فإحنا بنشتغل في من منطلق يعني حسم الأمور سريعا بهذه الاتجاهات يعني. إن شاء الله. بشكر حضرتك المهندس علي عبد الحفيظ مدير مديرية الري بمحافظة بني سويف. هو يعني المهندس علي شرح جزئية مهمة جدا. أنا عندي ترعة وعندي في نهاية الترعة أزمة في المية، وقريب منها الصرف الزراعي اللي هي مياه الري، فإنشاء محطة في هذا المكان هيبقى مفيد جدا إن أنا أستفيد بمياه الصرف الزراعي، وإن أنا أقدر أوفر مياه للأهالي اللي بيعانوا بسبب وجودهم في آخر الخط. تم عمل المعاينة وفي مخاطبات كما أكد المهندس علي عبد الحفيظ ما بينهم وما بين وزارة الموارد المائية، وفي حين توفير البند المالي هيتم التنفيذ على طول.